السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي رح نفوت دغري بصلب الموضوع. اليوم هو درسنا الثاني اللي هو جمل ألمانية، جمل يومية بنستعملها بحياتنا اليومية بألمانيا، تمام؟ فهذا درسنا الثاني اليوم، رح لكم اليوم جمل كمان. أنا ما عم طول وقت الفيديو، تمام؟ عم حط بكل فيديو تقريبا 7-8 جمل مشان ما نمل، تمام؟ مشان اللي عم يشاهد ما يمل من الموضوع. فمنتابع كل درس 6-7-8 جمل يعني بيكون الوضع منيح، تمام؟ فهلا رح نبلش الدرس الثاني ان شاء الله، واشرح لكم كمان جمل جديده تستفادوا منها ان شاء الله. من فضلكم اللي عم يشوف فيديو جديد واللي عم يتابع القناه جديد من اول مره، اشتركوا بالقناه واعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل لاكبر عدد ممكن من المشاهدات ان شاء الله. يلا خلينا نبلش. تمام، هلا رح اقول لكم اول جمله. الجمله بتقول اذا انت مثلا عم تحكي مع شخص وهذا الشخص عم يحكي لك عن موضوع او عم يحكي لك عن شغله وانت هي الشغله ما بتهمك، تمام؟ ما بيهمك الموضوع، فانت بتقول مثلا انه انا ما بيهمني، تمام؟ فبامكانك تقول له ist mir egal، ist mir egal، انه انا ما بيهمني، تمام؟ هي على هي النقطه. في عندنا كلمه كمان بنفس الصيغه تقريبا، بس انت مثلا نفترض واحد قاعد نفترض عم يكذب عليك، عم يخرط عليك، تمام؟ واحد عم يقول لك انا بزماناتي عملت هيك وانا بساويت هيك، وعم يعرض شغلات يعني خياليه يعني مشان انه يبهرك، تمام؟ فانت بدك انه مثلا تقول له انه عادي، تمام؟ انه هذا عادي يعني، تمام؟ بامكانك تقول له انه ايجال، تمام؟ بامكانك تقول له داس است ايجال، انه هذا عادي يعني اللي عم تحكي انت عادي اللي هي ايجال، تمام؟ هلا في عنا شغلة، مثلا انت قاعد انت وواحد صديقك وهذا صديقك عم يحكي لك مثلا على المشروع بده يعمله، تمام؟ في مشروع حابب يعمله وعم يشتغل عليه وبده يمشي وتزبط اموره يعني، تمام؟ فانت بدك تقول له ايش بدك تقول له؟ بتقول له انه انا يعني بتمنى لك النجاح، تمام؟ بتمنى لك النجاح والتوفيق بهذا الموضوع. فشو بامكانك تقول له؟ ايش دروك دير دي داومن، رح اقولها على البطيء، ايش دروك دير دي داومن، انه بتمنى لك النجاح، تمام؟ بتمنى لك النجاح بهذا الموضوع. راح نحكي مثلا جمله هلا كمان بعكس هذا الموضوع. مثلا قاعد واحد عم يقول لك انه على مشروع وقصه وبده يعمل وبده يساوي وكذا، والموضوع انه يعني بتحسه انت انه يعني مجرد حكي بس يعني وكلام يعني، تمام؟ انه يعني مجرد حكي فاضي، تمام؟ فبامكانك تقول له داس است يا كفاتش، حقولها على البطيء، داس است يا كفاتش، يعني انه هذا الكلام فارغ اللي عم تحكيه انت، كلام فاضي. شو انا بدي اعمل مشروع بمليون يورو وبدي ساوي ويلا وكذا، يعني انه كلام فاضي هذا، تمام؟ فبنقول له هي الجمله اللي قلت لكم اياها. وبامكانكم باختصار تقولوا انه مثلا باختصار للكلام داس كفاتش، تمام؟ داس كفاتش، انه حكي فاضي هذا. طيب هلا في عنا مثلا جمله، انت قاعد مع صديقك مثلا وبدك تروح على البيت وبدك تقول له انه انا رايح على البيت، يعني انه انا رايح على البيت يلا، تمام؟ فبامكانك تقول له ايش جي ناخ هاوزي، ايش جي ناخ هاوزي، تمام؟ يعني انه انا رايح على البيت. طيب هلا عنا يلي بعدها، اذا واحد مثلا عم يحكي معك على التليفون، تمام؟ وعم يسألك انه وين انت، وبدك تقول له مثلا انه انا بالبيت، انا بالبيت، تمام؟ فبامكانك تقول له ايش بين تو هاوز، ايش بين تو هاوز، انا بالبيت، تمام؟ طيب جمله ثالثه مثلا، انت مثلا حملت حالك ورحت لعند صديقك مثلا، تمام؟ وصلت لعنده على البيت، دقيت باب فتحت،
بيسألك هو إنه أنت من وين إجيت، من وين جا، وين كاين، يعني وين جاي، يعني من وين كاين، تمام، بالشغل، بالسوق، بالكذا. أنت مثلاً كيف بالبيت، فشو بتقول له؟ بتقول له إيش كومي فون تو هاوز، إيش كومي فون تو هاوز، يعني أنا أجيت من البيت، تمام، أنا كنت بالبيت وجيت من البيت. أنت مثلاً عم تقدم امتحان، تمام، أنت عم تقدم امتحان، وإجا اللي عم يعمل الامتحان، المشرف على الامتحان، بده يقولكم إنه الوقت انتهى، إنه الوقت خلص انتهى، تمام. فشو بيقولكم؟ دي تايت إز فور باي، دي تايت إز فور باي، تمام، إنه هاي الوقت انتهى، الوقت خلص. هلا لنفترض موبايلك، تمام، الموبايل فاضي بطاريته عندك، تمام، فبدك تقول له مثلا للشخص اللي قاعد معه انت، بتقول له مثلا انه بطارية موبايلي فاضية، تمام، فبإمكانك تقول له mein handy akku ist leer، mein handy akku ist leer، تمام، انه بطارية موبايلي فاضية. هلا في عالم شو بتقول؟ بتقول mein akku ist leer، mein akku ist leer، يعني بطاريتي فاضي، انت عايش على البطارية، تمام، mein akku ist leer، انه بطاريتي فاضي. اما بتقول له mein handy akku ist leer، معناتها بطارية موبايلك فاضية، تمام. طيب انت قاعد انت وصديقك مثلا بالبيت، تمام، وانت قاعد بدك تطلع لبرا، بدك تطلع لبرات البيت، انه حابب تطلع لبرات البيت على الجنينة او لبرات البيت او كذا، بامكانك تقول له اشجيه غاوس، اشجيه غاوس، انه انا طالع لبرا، تمام، او انا خارج، او انا ذاهب للخارج، تمام. طيب اذا انت عم تحكي مع صديقك على الموبايل، تمام، وانت برات البيت، واقف برات بيته، يعني موجود برات البيت قدام البيت تبعه، هو جوات البيت، فهو عم يسألك انه وين انت، تمام، فبتقول له انت انه انا في الخارج، انا مثلا انا ناح البيت في الخارج، فبتقول له ايش بن دراوسن، ايش بن دراوسن، يعني انا برا، تمام. مثلا واقف انت وصديقك برا، برات البيت، تمام، انت واقفين برا برات البيت، وانت بدك تروح لجوا، تفوت على داخل البيت، تمام، فبامكانك تقول له ايش جيه غاين، ايش جيه غاين، تمام، يعني انا رايح للداخل، انا فايت للداخل، ايش جيه غاين. طيب اذا صديقك عم يحاكيك مثلا هو برات البيت، تمام، هو عم يحاكيك بس انت موجود جوات البيت، فعم يسألك انه انت وينك، فبدك تقول له انه انا بالبيت، انا جوات البيت بداخل البيت، تمام، بامكانك تقول له ايش بن درينن، ايش بن درينن، تمام حبايبي. هلا حكينا اليوم هدول الكلمات، انا برايي بيكفوا اليوم، لهذا اليوم، ان شاء الله رح نلتقى ب فيديو ثالث، لانه هاي سلسله حتكون سلسله طويله، وانا حطول يعني حجيب هيك جمل واشرح لكم عنها ونعملها بفيديوهات قصيرة هيك مثل ما عم نعمل هلا، تمام. من فضلكم اذا عجبكم الموضوع اعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل لاكبر عدد ممكن، واذا ما لكم مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة واعملوا لنا لايك لحتى القناة تكبر ووجودكم اكثر واكثر واكثر ان شاء الله. بتشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.